مندوبا عن رئيس الوزراء رعى وزير الشباب محمد النابلسي المباراة الختامية لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم بحضور وزير الداخلية مازن الفراية والتنمية الاجتماعية وفاء بن مصطفى ومحافظ العاصمة ياسر العدوان ومحافظ جرش فراس الفعور ومدير شرطة جنوب عمان سفيان الربابعة وأبناء المجتمع المحلي. اللقاء الختامي جمع فريقي جرش والعاصمة وانتهت بفوز فريق العاصمة بلقب هذه البطولة. وعقب انتهاء المباراة توج النابلسي فريق العاصمة بالكأس المركز الأول والميداليات الذهبية وفريق جرس بكأس المركز الثاني والفضية والبلقاء في المركز الثالث والميداليات البرونزية. أنا شاكر لكل واحد شارك في هذه البطولة، بطولة شعبية بامتياز. وزارة الشباب يعني مشكورة بذلت جهد كبير في تنظيم هذه البطولة. التنافس صار على مستوى الألوية ثم على مستوى المحافظات ثم في العاصمة عمان. اجتمعوا الشباب من كافة المحافظات، تعرفوا على بعض، تعرفوا على همومهم مشتركة وشاركوا في هذه المنافسات في الأجواء الرمضانية الجميلة. والحمد لله رب العالمين بالنهاية فاز فريق والفرق الباقي أيضا فازت بالمشاركة في هذه البطولة. أتمنى إن شاء الله تكرر مثل هذه البطولة باستمرار يعني. الحمد لله نجحنا في تنظيم هذه البطولة وحققنا الأهداف المرجوة منها. شارك فيها 784 فريق بحوالي 10,000 لاعب وفني وإداري. الوزارة مستمرة في هذا النهج والوزارة أيضا مستمرة في تنظيم البطولات الرياضية ونسعى بأن نخرج من إطار كرة القدم إلى رياضات أخرى مستقبلا بإذن الله. الاحتفالية مهمة لأنها بتجمع وبتغرس بالشباب يعني محبتهم للرياضة وبتظهر مواهبهم، وهي التظاهرة جدا مهمة لأنها بتمثل الشباب بالمحافظات وبتتيح الفرصة لهم بأنهم يظهروا مواهبهم. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا الحمد لله بطل النسخة الأولى والنسخة الثانية. النسخة هاي أقوى من الأولى كانت، وربنا الحمد لله أكرمنا عقد جهدنا وتعبنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الشباب كانوا عقد المسؤولية وهاي السنة الثانية فريق العاصمة بطل بطولة وزارة الشباب. احنا بنشكرهم لوزارة الشباب على التنظيم الأكثر من رائع. الحمد لله لاعبين ممتازين، بطولة جميلة. نبقى مع الأحداث والمنافسات الرياضية التي اختتمت في شهر رمضان المبارك. وكما تعودنا عودنا نادي الجواد العربي على إقامة بطولة رمضانية للفروسية في الشهر الفضيل ضمن موسم 2023. تتكون هذه البطولة من 3 جولات وتقام بالتعاون مع شركة القوة للفروسية وبإشراف اتحاد الفروسية الملكي واللجنة الأولمبية وفقا لقانون الاتحاد الدولي للفروسية على الميدان الخارجي لنادي الجواد العربي. لقطات من فعاليات الجولة الختامية لهذه البطولة. الحمد لله كانت منافسة جدا قوية وهي فاينل الرمضانيات، والحمد لله دائما احنا طلابي الحمد لله دائما بالفاينل بجيبوها. الحمد لله جبنا الاول، حققنا المركز الاول على فئة 115، ومبارح الحمد لله حققنا المركز الاول على فئة المتر وحققنا المركز الاول كمان على 125. الحمد لله وشعور رائع وجبت المركز الاول على فئة المتر واليوم على فئة المتر 10. كنت شوي متوترة عشان كان بدي اعمل منيح، بس لما دخلت الحمد لله أنا بطلت متوترة وعملت منيح، كانت حماية منيحة. الآن نتحول إلى بطولة الأندية للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت على ملاعب الأميرة آية
بنت الفيصل. نبدأ بمنافسات السيدات، حيث نال فريق النصر ألف لقب البطولة بعد فوزه على فريق ديلاسال با بشوطين مقابل شوط واحد 22-24 21-16 و15-19، حيث مثل فريق النصر فرح العطوط ورهف الحيمور، في مثل فريق ديلاسال تالح فحماوي وننس عياش. أيضا في الرجال فاز فريق شباب الحسين واحتفظ باللقب بعد فوزه على فريق عيرة ألف بالنهائي بشوطي لقاء شوط واحد 21-19 16-21 17-15. صراحة بطولة اجت بوقتها، كنا محتاجين هيك بطولة، مع انه لانه احنا من زمان ما لعبنا كنوادي، زمان ما لعبنا بطولة بيتش بين النوادي، فكنا كثير متحمسين لهي البطولة انا وفريقي. بشكر زميلتي فرح العطعوط، كثير كانت رائعة في الملعب، وان شاء الله سنيني جاي زي ما حققنا هاي البطولة من حقق البطولات اللي جاي. بطولة كثير حلوة، كنا بنتمنى مشاركة عدد اكبر من الاندية للبنات، خصوصا يعني احنا شاركنا 4 افرقة للبنات. الحمد لله كانت كثير حلوة، والمستويات كلياتها متقاربة نوعا ما. الحمد لله أدينا اللي علينا وجبنا مركز أول. إحنا دائما بنعاني من قلة عدد الفرق، إحنا لعبنا 4 فرق، اليوم كان عندنا مباراة نهائية، طبعا المستوى كان كتير ممتاز، قدم نادي النصر مباراة ممتازة، وفريق ديلاسال مع شركة تالا يعني هي يمكن أول تجربة إلها بمباراة كتير احتكاك فيها مستوى فني يعني عالي، لكن هي عملت اللي عليها ويعطيها ألف عافية. طبعا نشكر الاتحاد الأردني لإقامة بطولة كرة الطائرة الشاطئية اللي أقاموها أول مرة يعني من المواسم السابقة. الشغلة الثانية إنه هاي البطولة اللي عملوها الهدف من اختيار لاعبات المنتخب لكرة الطائرة الشاطئية. الحمد لله رب العالمين على هذه الفوز للمرة الثانية طبعا على التوالي، يعني بطولة حلوة بشهر الفضيل طبعا، وإن شاء الله بتمنى من الاتحاد تكون هاي البطولة كل رمضان على مدار السنة، ما تنقطع هاي البطولة التنشيطية. نبقى مع النشاطات اللي جرت أواخر الشهر الفضيل، حيث رعى رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الحفل الخيري السنوي الذي قامه نادي الأقصى الرياضي وجمعية الأقصى الخيرية بتوزيع كسوة عيد الفطر السعيد على الأطفال والفتيان الأيتام الذين يرعاهم النادي، وألقيت كلمات من رأفت عليان رئيس نادي الأقصى الرياضي، وأيضا النائب محمد جميل الظهراوي والنائب السابق محمد هديب أكدوا فيها على التفاف أهل المخيمات حول القيادة الهاشمية. وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء الأسبق والعين سمير الرفاعي بتوزيع كسوة العيد على الأطفال الأيتام في نادي الأقصى في مخيم سوف بحضور عدد من الأعيان والنواب والأمناء العامون الأحزاب وحشد يمثل الفعاليات في جرش ومخيمي سوف وجرش. هذا الحفل هو الحفل الختامي لتوزيع كسوة الفتيان الأيتام على 150 فتى تحت رعاية دولة سمير الرفاعي وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء والنواب وحشد كبير من المواطنين، كما يقدم نادي الأقصى وجمعية الأقصى المبارك أيضا إفطارات رمضانية عدة ونشاطات مختلفة ترفيهية على مدار الشهر الكريم، ويقوم نادي الأقصى أيضا بعمل نشاطات كثيرة من أهمها بطولة كرة القدم على مستوى المحافظة ويشارك فيها 16 فريقا وبطولات الصغار. متواصلين مع أخبارنا المحلية، وهذا التقرير الذي يرصد أيضا مجموعة أخرى من الأخبار مع الزميلة ميسون يونس. أحد
أحرز فريق الوسطية بطولة الكرامة الرمضانية الأولى لسداسيات كرة القدم التي نظمتها هيئة قدامى رياضيي إربد طوال شهر رمضان المبارك بمشاركة 14 فريقا بعد فوزه في النهائي على فريق شباب محامي إربد بهدف دون مقابل، وحل فريق سال في المركز الثالث، وذهب كأس الفريق المثالي لفريق قدامى إيدون، وحصل لاعب نادي الوسطية أسامة العمري على جائزة هداف البطولة برصيد 11 هدفا. شكرا للجميع وشكرا لكل اللي كانوا قائمين على هذه البطولة وكلوا قائمين على هذا العمل الجميل الجيد المفرح السعيد. الحمد لله توج اليوم فريقنا ببطل هذه البطولة، فبحب أشكر كل القائمين على هذه الفعاليات وكل الناس اللي كانوا هم داعمين لنا وكانوا سواء رعاة أو منظمين أو حتى حكام في هذه البطولة. تجمع رائع وإن شاء الله تستمر في الأيام القادمة، وألف مبروك مرة ثانية للفائز والحمد لله. قامت مجموعة من أبناء حي الطفايلة بتنظيم ثلاث فعاليات في بطولة واحدة، بطولة للشباب وأخرى للناشئين وبطولة ثالثة خصصت لقدامى اللاعبين، حيث تهدف مثل هذه الفعاليات الرمضانية إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الفرق المشاركة بالبطولة. هذه البطولة بطولة المرحوم الحاج عبد الحميد عيال عواد، يعني هي البطولة الثالثة، وكل سنة تميزوا الشباب ببطولة جديدة وبمنتخبات جديدة، نفس المنتخبات اللي بتلعب كل سنة، السنة هذه مشاركة، التنظيم عالي جدا، يعني احنا بنحيي الروح الرياضية في الشباب الموجودة، وفي نفس الوقت يعني بنحث الشباب كلهم التوجه إلى الرياضة. كانت وما زالت بطولة المرحوم الحاج عبد الحميد علي عيال عواد إنجازا كبيرا لما حققته من فوائد تعود على مجتمعنا، ومن فوائدها الإيجابية الكثيرة لأبنائنا مثل الإعداد البدني والمهاري من جانب، ومن جانب آخر التطور الثقافي والتواصل الاجتماعي وفن الحوار والتخاطب. كرم مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الأستاذ خالد العلوان فريق مدرسة حزني فريز الثانوية للبنين بطلا على مستوى المملكة في لعبة القرص الطائر، والتي جرت منافساتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الألمانية. أقيم على ملعب أكاديمية علوش في سحاب نهائي البطولة الرمضانية بين قدامى لاعبي سحاب، حيث أكد الحضور على أن مثل هذه النشاطات الرياضية تعزز روح المنافسة داخل المجتمع المحلي، وتكمن أهمية هذه البطولة وأثرها الإيجابي بنفوس الشباب ودور الفعاليات الرياضية في تنمية القيم والممارسات الإيجابية وتعزيز التفاعل والتنافس والإبداع لدى المشاركين. في هذه البطولة كل سنة بنسويها للمرحوم حمزة الله يرحمه ويغفر له، وبنشكر القائمين على هذه البطولة لأن كل سنة احنا بنسويها لأي واحد بموت يعني بنتذكره ونقول الله يرحمه. بطولة تنشيطية فيها كبار السن والشباب والصغار، وتشمل لواء سحاب وتشمل حتى منطقة أبو علندا والقويسمة، وبتشوف فيها الروح الرياضية اللي بتمتع فيها جميع الشباب. جو ألفة ومحبة بين الجميع، وإن شاء الله أنها تظل دائمة بعون الله. هي البطولات هاي يعني بتذكرنا باللاعبين القدام وبتذكرنا بالمنافسة الحلوة، وأجواء جميلة جدا كانت. بطولة رمضانية ممتعة، كل واحد يلتقي في صديق له بالزمانات، يعني الكابتن علوش له تقريبا 50 سنة ولا 40 سنة على قدم، عبد الرؤوف حسونة، كابتن عليان، يعني أسماء كبيرة. هي بطولة حقيقة يعني لمت من كل الألوية الموجودة داخل الوطن الحبيب، وهاي بطولة رمضانية يعني فيها استمرارية، الحلو أن فيها استمرارية وفيها من قدام اللعيبة، يعني حتى فوق 40 سنة اللاعب اللي بده يجي يلعب فوق 40 سنة. بصراحة الرياضة يعني إشي مناسب واقتراح مناسب أنه كل شبابنا يتوجهوا للرياضة بدل التوجه للشوارع والأمور السلبية. أكيد مثل هاي البطولة هي بطولة تحفيزية وتنشيطية للشباب. تحت رعاية مدير قضاء بلعمة محمد الشرفات اختتمت بطولة الوفاء للقائد ويوم العلم بمباراة جمعت فريقي البرشا والقيصر، حيث استطاع فريق البرشا أن يحسم اللقب بهدف نظيف جاء عن طريق اللاعب هذال السرحان، وقد حفلت البطولة بمشاركة عدد من نجوم الكرة المحلية وبمتابعة جماهيرية غفيرة. كل الأجواء هذه أجواء شباب رياضية وسهرة رمضانية تعبر عن حبها لجلالة الملك وليوم العلم الأردني واحتفالات مبهجة في شهر رمضان المبارك. كل الحب والتقدير لأهالي قضاء بلعم الحبيب. يحق لنا أن نفرح
وأن نعبر بما يجول بخواطرنا في هذا اليوم الطيب وهو يوم الوفاء ويوم العلم. الله أكرمنا بنهاية جميلة للبطولة بحضورك طبعا بحضورك وبحضور طبعا الجماهير اللي متواجدة، وهذا يوم احتفال وطني لسيدنا وللعلم الأردني، فالحمد لله رب العالمين. الله يتمم علينا أعياد الوطن دائما وأبدا. أجواء حلوة، تواجد بيننا وبين أهلنا، نشوف شبابنا المميزين المبدعين دائما في قرانا في أريافنا، الشباب اللي بحاجة إلى الدعم دائما. نشكر اللي قاموا على تنظيم البطولة، يعني بطولة محترمة كثير، الجمهور كثير، يعني هو المتعة هو الرونق اليوم، حضور جماهيري كبير. نظم نادي عنجرة بطولة ودية تكريما للاعبيه كمال الصمادي وسمير السوالمة ومصعب الزغول الذي انتقلوا إلى رحمة الله تعالى في الأشهر الماضية. المباراة النهائية فاز فيها نجوم عجلون على قدامى نادي عنجرة بثمانية أهداف لسبعة. وبعد المباراة كرم راعي الحفل الدكتور بكر عكاشة اللاعبين وذوي المتوفين بالدروع والكؤوس والميداليات.